السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم وكل عام وأنتم بألف خير. نسأل الله تعالى أن يهله علينا بالخير واليمن والبركات، ويوفقنا لصيام نهاره وقيام لياليه، وتلاوة القرآن في كل وقت وحين، وذكره آناء الليل وأطراف النهار، وأن يجعلنا وإياكم من عباده الراشدين. أيها الأحباب الكرام، موضوعنا اليوم نتعرف على أحكام الصيام من خلال آيات القرآن، الآيات الدالة على أحكام الصيام، وقد جمعها الله عز وجل في سورة البقرة. نريد وإياكم أن نقوم بقراءتها وفهمها وتدبرها واستنباط الأحكام منها، لأنها اشتملت على كل أحكام الصيام وحوت كل مبادئه وأهدافه ومقاصده. يقول ربنا عز وجل في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا تباشروهن، وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله مولانا العظيم. أيها الأحباب الكرام، هذه الآيات البينات في القرآن الكريم من سورة البقرة بدءا من الآية 183 إلى الآية 186، ربنا سبحانه وتعالى يجمع فيها كل الأحكام الشرعية المتعلقة بالصيام. وفي هذا المطلع ماذا يقول الحق عز وجل؟ هذه الآيات نزلت
في السنة الثانية للهجرة، يعني بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة. الصيام في بدء الأمر كان صياما خفيفا، لم يكن شهرا كاملا، كان الناس يصومون أيام في الأسبوع، لكن ربنا عز وجل أراد أن ينظم أحكام الصيام. فلما هاجر النبي الكريم إلى المدينة المنورة نزلت على قلبه هذه الآيات البينات. ربنا عز وجل يخبر في مطلعها ويقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ربنا يخاطب أهل الإيمان، لأن الخطاب في مكة المكرمة كما يقول يا أيها الناس، أما الآن بعد الهجرة النبوية الشريفة صار ربنا يقول يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الفئة المؤمنة لأنهم أدعنوا لأمر الله، ولأنهم اختاروا منهج الله، ولأنهم صاروا على شرعه وقبلوا منهجه. يا أيها الذين آمنوا، من فيهم شارة الإيمان، يخاطبهم المولى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ربنا يخبر بأنه من على عباده بأن فرض علينا الصيام كما فرضه على الأمم السابقة. معنى كتب يعني فرض. نسمع مؤخرا بعض الفلاسفة الجدد يقول بأن الصيام غير مفروض، لأن ربنا قال كتب ولم يقل فرض، فلماذا الفقهاء أول كتب بفرض؟ وهذا إنسان لا يفقه اللغة العربية ولا يفهم فحواها ولا حقيقتها ولا مجازها ولا فنون القول عند العرب. فمعنى كتب يعني فرض، بل هو أقوى في الدرجة. الله تعالى كما فرض على الأمم السابقة الصيام فرضه أيضا على المسلمين. فالصيام مفروض عند اليهود، ومفروض عند النصارى، ومفروض في ملة إبراهيم الحنيف، ومفروض عند كل الأمم السابقة، إلا أن صيام الأمم السابقة كان شاقا. صيام الأمم السابقة كان طويل وفيه أحكام شاقة، أما الأمة الإسلامية فصيامها أسهل صيام. ربنا عز وجل قال أياما معدودات، يعني شهر فقط أو أقل من شهر، هذا هو صيام الأمة الإسلامية، في حين أن الأمم السابقة كان منهم من يصوم شهرين متتابعين، منهم من يصوم 25 يوما، منهم من عندهم صيام طيلة السنة، كل 3 أشهر هناك موسم صيام. لكن الأمة الإسلامية ربنا عز وجل جعل شريعتها الغراء سمحة يسيرة بلا حرج، ومن ثم جعلها ميسرة. لماذا شرع ربنا هذا الصيام؟ لعلكم تتقون. فربنا عز وجل ذكر حكمته في مشروعية الصيام هي التقوى، فالتقوى هي امتثال أوامر الحق عز وجل واجتناب نهيه. فما اشتمل عليه من التقوى أن الصائم يترك ما حرم الله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، يعني كل ما تميل إليه النفس يتركها متقربا بذلك إلى الله، راجيا بتركها ثواب الرحمن. والصائم لما يصوم رمضان يدرب نفسه على مراقبة الله، فيترك ما تهوى نفسه مع قدرته عليه لعلمه باطلاع الله عليه. وهذا الصيام فيه بركة، لأنه يضيق مجاري الشيطان، فالشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، فبالصيام يضعف نفوذ إبليس وتقل منه المعاصي. لهذا فالصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. من أجل ذلك ثبت في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، أي وقاية. ثم إن الصائم
لما يكون صائما صدقا فإنه في الغالب تكثر طاعته، والطاعات هي من خصال التقوى. كما أن الصائم الغني إذا ذاق ألم الجوع أوجب له ذلك مواساة الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعدنين، وهذا كله من خصال التقوى. لعلكم تتقون. التقوى هي مقامات، وكان سيدنا علي بن أبي طالب عرف مضمونها فقال: التقوى هي الخوف من الجليل، والعمل بالتنزيل، والقناعة بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. فمن صح صيامه وصح قيامه يصير عنده التقوى. والتقوى هي هذه المعاني: الخوف من الجليل، تستشعر مراقبة الله تعالى فتخاف منه، وتستحي أن تقع فيما حرمه. الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، يعني أن المؤمن يكون دائما الاتصال بالقرآن الكريم، دائما يبحث عن الأحكام الشرعية في ما ذكره رب العزة في كتابه العزيز. العمل بالتنزيل، يحكمون شرع الله في أنفسهم وفي أوضاعهم العامة. والرضا بالقليل، من صفات المتقين أن ما عندهم طموح كبير في الدنيا، يكفيهم القليل من الطعام، القليل من اللباس، القليل من الاستهلاك، رغم أنه غني ويكسب المال الوفير، ولكنه يجمعه لكي يعيد إنفاقه على الفقراء والمساكين، أما هو فيكتفي بالقليل. الرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. العبد المؤمن تجده دائما على أهبة، أنه جمع حقائبه ويستعد في أي لحظة، لن يفاجأ إذا جاءه الرحيل وجاءه نادي الموت، فإنه لا يفاجأ لأنه مستعد للقاء الله تعالى. هذا معنى التقوى. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، أي أياما قليلة في غاية السهولة. ثم بين الله عز وجل مقدار الصوم، وأنه ليس كل يوم لئلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه، بل هو أيام معدودات. وهكذا في ابتداء الإسلام الناس كانوا يصومون كل شهر 3 أيام. في بدء الإسلام في مكة المكرمة كان الناس يصومون ليس فرضا وإنما تطوعا من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك بصوم شهر رمضان، فصار الناس يصومون رمضان بالكامل. ربنا عز وجل لأنه يعلم بأن الناس كلهم ليسوا أصحاء، فهناك المرضى، وهناك المسافرين، وهناك العجزة، وهناك كبار السن وغيرهم، هؤلاء أصحاب الأعذار. لهذا ربنا سوف يسهل تسهيلا آخر، فيقول جل جلاله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الحق عز وجل بيّن بأن هذا الصيام فيه تيسير على العباد، فقد يكون المؤمن مريض وقد يكون مسافر، فالمريض لا صيام عليه، إذا كان يشعر بمشقة زائدة فإنه يفطر. طبعا المريض من عنده مرض فيه مشقة، ليس أي مرض، قد يكون الإنسان يشعر بوجع في الدماغ شقيقة، أو يشعر بألم في السن أو في الضرس، أو يشعر بجرح في الأصبع، لا يسمى هذا مرض، هذا مرض ممكن تحمله، ولكن المرض المقصود أن الإنسان يفقد معه القدرة والاستطاعة على إتمام الصيام. فالمريض ربنا عز وجل أعفاه من الصيام. فمن كان منكم مريضا أو على سفر، المسافر أيضا لا يصوم، لأن السفر مضنة المشقة، وهذه المشقة قد تتضاعف على المسافر. أيام زمان كان السفر صعبا، الناس يسافرون على الحمير والبغال والبغائم والعربات تجرها الدواب، أو منهم من يسير على قدميه أو فوق الجبال،
ويسير مسافات طويلة أيام وليالي في الصحراء والشمس المحرقة. قد يقول قائل اليوم السفر عندنا ميسر، الناس يسافرون في السيارات وفي القطارات وفي الطائرات وفي الباخرات وهي مكيفة وسريعة، فكيف يصوم؟ فالأمر هو صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ففي السفر الناس مخيرون، من أراد أن يصوم في السفر فله الأجر والثواب، ومن اختار أن يفطر رغم أنه ليس هناك مشقة فإنها صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ربنا عز وجل ماذا قال للمريض والمسافر؟ قال فعدة من أيام أخرى، يعني أن الإنسان يفطر في نهار رمضان ثم بعد ذلك يقضي عدد أيام رمضان لما يكون في وضع سليم، ينقضي رمضان عنده 11 شهر آخر، له أن يصوم ويختار ما يشاء، حتى إنه من المصلحة له أن يقضي أيام قصيرة باردة عن أيام طويلة حارة. قد يكون رمضان في الصيف فأيامه طويلة وحارة، ولك أن تقضيه في الشتاء أو في الخريف وأيامه قصيرة وباردة، فهذا يجوز والعكس صحيح. فهذا كله من باب التيسير على الأمة الإسلامية. ثم قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه، أي يطيقون الصيام بمشقة، عليهم فدية عن كل يوم يفطرونه طعام مسكين أو مساكين. فالإنسان إذا كان يشعر بمشقة زائدة، هذا خاص بالشيوخ وخاص بالعجزة، قد يفطر ولكنه لا يستطيع، قد يصوم ولا يستطيع أن يستكمل صيامه، ربنا أعطاه فدية. وقيل عند علماء التشريع أن هذا كان في ابتداء فرض الصيام، لما كانوا غير معتادين على الصيام وفرضه الله تعالى حتما كان فيه مشقة عليهم، فربنا تدرج بهم بأسهل الطريق وخير المطيق للصوم بين أن يصوم وهو الأفضل وبين أن يطعم، له أن يفعل ما يشاء. هذا في أول الأمر كان الأمر خيارا، لك أن تصوم الصيام ولك أن تفدي، تفطر وتفدي تطعم، لأن ذلك الزمان كانت فيه مجاعة قوية والناس كانوا يحتاجون إلى الطعام، فربنا سن لهم هذا الأمر إلا أنه رغبهم في الصيام، فقال فمن تطوع خيرا فهو خير له. فالصوم خير لأنه فيه مصلحة وفيه تربية إيمانية وفيه خير عظيم. ثم ربنا عز وجل هذه الفدية بينت السنة النبوية الشريفة، إطعام مسكين عن كل يوم الذي لا يستطيع الصيام، والذين يطيقونه هناك المرأة الحامل لا تطيق الصيام إلا بمشقة، وكذلك المرأة المرضع لا تطيقه إلا بتعب شديد، وكذلك المرأة النفساء، هؤلاء كلهم من أصحاب المشقة الزائدة. كذلك الأطفال قد يصوم وهو ويبلغ سن الرشد وهو لازل صغير، هناك فتيات في 10 سنوات يأتيهن الحيض، وهناك ذكور في 11 سنة يبلغ مبلغ الرجال لكنه لا يستطيع الصيام. فكل هؤلاء ربنا عز وجل أعطاهم فرصة للإفطار ثم بعد ذلك للقضاء أو للفدية. والسنة النبوية الشريفة جاءت تبين حقيقة طعام مسكين، يعني وجبة طعام كانت في أيام زمان صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وقدرها الفقهاء في عصرنا هذا بحوالي 15 درهما عن كل يوم. أبو حنيفة النعمان كان في العراق في القرن الثاني للهجرة، فقال المسألة غير مرتبطة بهذا المقدار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج صاعا، لماذا؟ لأن المستوى المعيشي كان بسيطا، أما لما تطور المستوى المعيشي
وصار الإنسان لا يكتفي بصاع من تمر أو من شعير أو من زبيب، بل دائدة فيها أسماك، فيها دجاج، فيها لحم، فيها خضروات، فيها فواكه، فيها ألبان، فيها زبادي، فيها أنواع من العصير وغيرها. فقال إن الفدية لابد أن تكون من جنس الطعام الذي تأكله، وبالتالي قرر أبو حنيفة بأن الفدية تزيد وتنقص بحسب غنى وفقر المكلف. وهذه الأمور سوف نفصلها إن شاء الله تعالى في البرامج الفقهية، نذكر فيها مذاهب العلماء ونذكر استدلالاتهم بالكتاب والسنة وبالأقيسة. بعد هذا ماذا قال ربنا عز وجل؟ يواصل في آيات الصيام فيقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الله عز وجل يؤكد بأننا لماذا نصوم رمضان، لماذا ربنا اختار رمضان على وجه الخصوص للصيام، ما هو السر في ذلك؟ السر لأن في رمضان وقع أهم حدث في تاريخ البشرية. هذا الحدث ما هو؟ هو إنزال القرآن الكريم، نزل على قلب النبي الأمين. والغريب أن جميع الكتب السماوية ربنا أنزلها في رمضان، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشر خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. فرمضان أنزل فيه أنزل القرآن العظيم، لهذا ربنا سوف يؤكد متى نزل هذا القرآن، سينزله في ليلة القدر. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدر إلى السماء الدنيا جملة واحدة، وكان الله يحدث نبيه كل مرة بما شاء، وحينما يأتي المشركون ويخاصمونه إلا ويأتيه بجواب، كقوله تعالى مثلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا ياتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. فكان القرآن الكريم وكأنه حوار بين السماء والأرض، ربنا أنزله جملة واحدة. الأسئلة التي سوف يطرحها المشركون والشبهات التي سوف يروجها المكذبون من قبل أن يفكروا فيها، ربنا طرحها وأعطى الجواب وأنزلها في السماء الدنيا ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، أنزلنا القرآن في هذه الليلة المباركة، وجعله ينزل منجما مفرقا حسب الوقائع والأحداث. هذا التنزيل ما مقصوده؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا مدح لكتاب الله عز وجل. فالقرآن الكريم هدى لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه، والقرآن الكريم هو هدى للناس وبينات، أي دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها وتدبرها. القرآن الكريم كله آيات دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلال والرشد المخالف للغي. القرآن الكريم جاء مفرقا بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام. فهذا معناه هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الإيمان والكفر، يفرق بين الخير والشر، يفرق بين الحلال والحرام. فلما قرر ربنا عز وجل ذلك وبين فضيلته وحكمته، قال عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فهذا تعيين لصيام رمضان، أن كل من شهد بزوغ هلال رمضان عليه أن يصوم. لهذا فمراقبة الهلال
تكون عن طريق المعايدة. هناك فريق من العلماء قالوا بعد فمن شهد منكم الشهر، يعني المشاهدة تكون بالعين المجردة. ومنهم من قال لا، هو بالإخبار، قد يشهد ذلك عدل، إما رجل دين وإما قاض وإما عسكري وإما شخصية نافذة، ثقة عدل ويخبر بها الآخرين، فإخبار. هذا شاهد بعينه، كان في صحراء قاحلة ورأى في علياء السماء والناس أخبروا. هذا ما يقع لنا في عصرنا هذا. فلما نراقب هلال رمضان تقوم الوزارة المكلفة بتدبير الشؤون الدينية، وهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تطلب من النظار ومن المندوبين ومن السادة القضاة ومن السادة العدول ومن السادة العسكريين في التكنات العسكرية في حدود البلاد، تطلب منهم المراقبة. كل يراقب من شمال المغرب إلى جنوبه إلى شرقه إلى غربه، يراقبون في صحرائه وفي الأماكن المترمية. فإذا أخبر أحدهم تأخذ الخبر كأنه أكيد، ثم تعلنه على وسائل الإعلام، فيتم تموت الرؤية. ومن ثم يصوم الناس جميعا بالإخبار ليس بالمشاهدة. فمن شهد منكم الشهر فليصمه. لأن هناك فريق من العلماء عندهم ما يسمى بالحساب الفلكي. أبو حنيفة النعمان في زمانه كان ينادي بالحساب الفلكي، وهو كان في القرن الثاني للهجرة. الحساب الفلكي يعتمد على حسابات منازل ودوران الشمس والقمر والكواكب، مجرد حسابات رياضية تعلم متى سيكون ولادة الشهر الجديد. لكن الفقهاء المالكية يتقيدون بنص القرآن، لا يقولون بالحساب الملكي، ولكن يقولون بالحساب بالمشاهدة. فمن شهد منكم الشهر فليصم. ثم قال ربنا عز وجل جل جلاله: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مرة ثانية الله عز وجل يستثني المريض ويستثني المسافر إذا كان في الصيام. هذا التأكيد لماذا؟ لأن الناس في ذلك الزمان كانوا يشعرون بتعب ومشقة زائدة في صيامهم، إما بسبب الأمراض لقلة وسائل الأدوية وقلة المصحات وقلة المستشفيات، وكذلك للسفر كان مضنة المشقة فيه تعب وفيه معاناة. وهذا الأمر قد يتكرر في كل زمان، من يدري، قد تأتي أزمان يصير المريض لا يكاد يجد الدواء، والمسافر لا يسمح له حتى في الانتقال من مكان إلى مكان. فربنا سبحانه وتعالى بالتيسير قال: فعدة من أيام أخرى. يعني أصحاب الأعذار لهم أن يفطروا في رمضان، ولما ينقضي لهم أن يصوموا أياما أخرى. ونحن نرى في زماننا هذا بعض الناس يفطرون في الشارع العام، وإذا سألته قال لك: أنا مريض، عندي سكري، أو عندي فشل كلوي، أو عندي إذن الطبيب. أي نعم، يجوز لهم أن يفطروا، لكن ليس في الشارع العام. الأفضل أنه يختني بنفسه في مكان معزول ويفطر حتى لا يثير استفزاز الآخرين، لأن البعض قد يظنه أنه يتحدى مشاعر الدين وأنه يفطر عدوة ومن باب عدم الامتثال لأوامر الدين، وتقع فتن. يا ما رأينا هناك مناوشات وصراعات، أشخاص يفطرون في الشارع العام وآخرون من باب الغير الدينية انتفضوا. وفي الختام تبين بأن المفطر ليس على موقف أو عنده مبدأ اللي هو مضاد للدين، بل إنسان مريض عنده عذر شرعي، فلا بأس أن يفطر. لكن الأفضل أنه يبتعد عن عيون الناس حتى لا يتعرض للاستفزاز. فربنا يسر وقال: هؤلاء من أصحاب الأعذار الشرعية. لهذا قال جل جلاله: ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر.
الله عز وجل يريد بعباده أن ييسر عليهم الطرق الموصلة إلى رضوانه، وذلك بأعظم تيسير، ويسهلها أشد تسهيل. لهذا كان جميع ما أمر به الله تعالى عباده في غاية السهولة في أصله. وسيد النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي صحابته على منهج اليسر والسهولة ورفع الحرج. كان يقول: يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. فإذا حصلت بعض العوارض الموجبة لتقله سهله الله تسهيلا آخر، إما بإسقاطه أو تخفيفه بأنواع من التخفيفات. كل هذا من باب التيسير على عباد الله، إلى أن قال: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. أي كل هذا لأن لا يتواهم متواهم أن صيام رمضان يحصل المقصود منه ببعضه. لأن البعض يقول: إذا صمت نهار في رمضان يكفي، امتثلت شريعة الرحمن. لا، لابد أن يكون الصيام لطيلة رمضان ولتكمل العدة، فلابد أن نستمر في الصيام حتى إتمامه بالكامل. لا ينبغي أبدا أن نصوم، لأن البعض قاعدة أصولية تقول: إذا قام الإنسان ببعض الحكم هل ينطبق عليه عمومه؟ لا أبدا، لابد أن تتم جميع شهر رمضان. لو صمت أسبوع أو أسبوعين لا تسمى بأنك صمت رمضان، لابد أن تكمل العدة. ولتكمل العدة، إلى أن قال: ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني يبقى الصيام مستمرا إلى حين رؤية هلال شوال. حينما نرى هلال شوال آنذاك نمسك عن الصيام، وعلينا أن بدأ في هذه الأيام نكثر من التكبير. ولتكبروا الله على ما هداكم، أي نذكر الله عز وجل عند انقضاء العبادة، فلا بد أن نكثر من التكبير، لأن ربنا عز وجل أمرنا أن نكبر عقب كل عبادة. في الصيام قال: ولتكبروا الله على ما هداكم. في الحج ماذا قال تعالى؟ فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ففي الحج نسمع الحجاج يقومون بالتلبية: لبيك اللهم لبيك. وكذلك في الصلاة، إذا قضيت الصلاة علينا أن نكبر الله. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، إلى أن قال: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. دائما ربنا يقول: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. نحن مطالبين بالذكر في كل وقت وحين. وحينما ينقضي رمضان، لما نستكمل العدة، ربنا أمرنا بالإكثار من التكبير: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ففي مطلع شوال المؤمنون مطالبين أن يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده. وهكذا ربنا أمرنا بأن نكثر من التكبير حينما نكمل العدة. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، يعني لابد أننا ونحن نعبد الخالق نشكره على هذه النعم، نشكره لأننا كنا عدم وربنا سبحانه وتعالى خلقنا بشر أحياء، نشكره لأنه أغدق علينا من النعم، أعطانا السمع والبصر والفؤاد، نشكره أعطانا الإيمان وفضلنا على غيره من الخلق الذين ما أعطاهم الإيمان، نشكره لأنه وفقنا للصيام، نشكره لأنه وفقنا للقيام، نشكره لأنه وفقنا لتلاوة القرآن، نشكره لأنه وفقنا لهذه الأعمال. فلولا توفيق الله عز وجل
لما صلينا ولا صمنا ولا كنا، فعلينا أن نكثر من الشكر، الشكر على العبادة، حتى إن المؤمنين يشكرون الله مرتين، أن وفقهم لشكره. ثم قال ربنا عز وجل بعد ذلك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية هي جواب على سؤال، فقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم من طرف بعض أصحابه فقالوا: يا رسول الله، الله قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ ربنا هل هو قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فنزل قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه الآيات نزلت في خضم أحكام الصيام للدلالة على أن في رمضان الدعاء مستجاب، أن أبواب السماء مفتوحة، وأن من طلب الله أمرا أعطاه. الله تعالى هو الرقيب الشهيد المطلع على السر وأخفى. الله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالله رقيب وقريب، قريب من داعيه، قريب بالإجابة. ففي الحديث عن أبي موسى الأشعري قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نعلو شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير: الله أكبر الله أكبر. قال: فندى منا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. المقصود أن الله قريب منا، لا داعي لكي نرفع أصواتنا لكي يسمعنا. فإذا ناجيت ربك خفية في نفسك فالله سوف يسمعك ويفهمك ويعلم كل ما تريد أن تقوله. لهذا عز وجل قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كلما دعا العبد ربه، ربنا سوف يجيبه. والدعاء نوعان: دعاء عبادة ودعاء مسألة. هناك من يدعو الله بالعبادة، يقول: يا رحمن يا رحيم يا كريم يا ودود، يثني على الله، دعاء عبادة. وهناك دعاء مسألة، يقول: يا ربي أعطني كذا واصرف عني كذا. والقرب أيضا نوعان: قرب بعلمه من كل خلقه، وقرب من عابديه وداعيه بالإجابة والمعونة والتوفيق. فمن دعا ربه بقلب حاضر ودعاء مشروع ولم يمنعه مانع من إجابة الدعاء كأكل الحرام ونحوه، فإن الله تعالى قد وعده بالإجابة، خصوصا إذا أتى العبد بأسباب إجابة الدعاء، وهي الاستجابة لله تعالى بالانقياد لأوامره ونواهيه القولية والفعلية والإيمان بالله. كل هذه الأمور موجبة للاستجابة. ففي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقول ربنا عز وجل: يا ابن آدم، واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك، فأما التي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا، وأما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه، وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. فربنا عز وجل يجيب كل العباد، ولكن كل إجابة لها طريق. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح له أبواب السماء، ويقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. فالشاهد عندنا الصائم حتى يفطر. فالصائم إذا دعا ربه في نهار رمضان، خصوصا عند النداء للمغرب، فإن دعوته لا ترد، هذا وعد من الرحمن. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي،
وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ربنا قال عليكم يا عبادي لكي يحصل لكم الرشد الذي هو الهداية للإيمان والأعمال الصالحة، ويزول عنكم الغي المنافع للإيمان. عليكم أن تستجيبوا لأمر الله، فمن استجاب لأمر الله تعالى كان من الراشدين، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أن الله يجعلك راشدا، يعطيك الله الحكمة، يعطيك الله فصل الخطاب. هذه آية عجيبة، هذه الآية تسكب في قلب المؤمن المعاني الحلوة، فيها الود وفيها الأنس والقرب من الله، وفيها الرضا الذي يبعث الطمأنينة والثقة بالله واليقين في الله. فالله عز وجل أضاف العبادة إليه وقال وإذا سألك عبادي، وإذا سألك عبادي، أضاف العبادة إليه دون واسطة ودون حاجز، لم يقل لهم فقل لهم إني قريب، بل قال وإذا سألك عبادي فإني قريب، لم يقل قل لهم إني قريب، لكي ينفي الواسطة أو الحاجز بين الله تعالى وعباده. والله سبحانه وتعالى جعل ذلك فيه أنس وقرب منه جل جلاله، وهذا يقود إلى الرشد والهداية والصلاح. فليستجيبوا لي، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالثمرة الأخيرة من الاستجابة والإيمان هي كذلك الرشد والهدى والصلاح. الله تعالى غني عن العالمين، الله تعالى جعل استجابة لعباده حين يستجيبون له. إذا استجبت لله استجاب الله لك، وعليك أن لا تتعجل الاستجابة، فهو يقدر الإجابة في وقتها بتقديره الحكيم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. وقال صلى الله عليه وسلم لا يزال يستجاب للعبد ما يدعو بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل يا رسول الله وما الاستعجال؟ قال يقول دعوت وقد دعوت فلم أرى استجابة لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فعلى المؤمن أن لا ييأس من رحمة الله، يستمر في الدعاء ويطمع في رحمة الله ولينتظر الفرج. فعلى كل واحد منا عليه أن يلح في الدعاء، وإن لم يستجب الله له على الفور لحكمة يراها جل جلاله. إلزم باب مولاك، فمن الذي دعاه ولم يستجب له؟ ومن الذي طرق بابه ولم يفتح له؟ والصالحون والأولياء المقربون هم أعلم بما في ذلك. ثم يضيف ربنا عز وجل الآيات فيقول أحل لكم الصيام، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. الله عز وجل يخبر هذه الآيات لها سبب نزول. كان كعب ابن مالك رضي الله عنه يقول الناس في رمضان في زمن النبي الكريم كان إذا صام الرجل فأمسى فنام، إذا نام إذا صام وأفطر مع المغرب وصل العشاء ونام أراد أن يستروح حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من الغد، ممنوع النوم، أي ليس من حقه أن يستيقظ ليأكل ويشرب، فلا طعام ولا شراب إلا إذا غربت الشمس من ذلك اليوم الذي يليه. وكان سيدنا عمر بن الخطاب عند النبي صلى الله عليه وسلم فصامر عنده، بقي عند النبي الكريم تصامرا وجلس عنده في الليل يتكلمان في مصالح المسلمين. فلما رجع من عنده أراد امرأته، يعني أراد سيدنا عمر أن يأتي أهله، فامرأته قالت له إني قد نمت، الآن نمت، ما عليك، ليس من الحلال أن تأتي إلي. لكن سيدنا عمر باشر زوجته، وكان سيدنا كعب بن مالك أيضا صنع نفس الشكل، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وقع لهم حرج شديد. فنزل قول الله تعالى
أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. هذا الأمر كان ونسخ. كان ممنوع منعا كليا في أول الصيام الرجل إذا أفطر عند المغرب وأكل وشرب، فيحرم عليه أن يجامع زوجته. هذا حصل فيه مشقة لبعض المسلمين، فخفف الله عنهم ذلك وأباح لهم في ليالي رمضان كلها الأكل والشرب والجماع، سواء دام أو لم يدم، لكونهم كانوا يختانون أنفسهم بترك بعض ما أمروا به. فقال عز وجل: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شبه الله تعالى المرأة باللباس، فالمرأة هي لباس للرجل والرجل لباس للمرأة، ولباسك يرفعك أو يهينك. فمن كان لباسه جميل وعلى مقياسه يرفعه ويزيده هيبة، وإذا كان اللباس ضيقا أو فيه ترقيع قد يهين صاحبه. فشبه بأن العلاقة بين الزوج والزوجة مثل اللباس، فيها الستر وفيها العزة وفيها الكرامة. ثم قال عز وجل: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، أي كنتم تتربصون وكأنكم تقومون بالخيانة، لا تدرون هل ندمتم أم لم تدموا، فتاب عليكم وعفى عنكم. أي أن الله عز وجل وسع لكم هذا الأمر الذي كان ضيقا، فلولا توسعته لكنتم معذبين. فتاب عليكم وعفى عنكم، عفى الله عما سلف من التخوف. فالآن باشروهن، أي الآن جاءت الرخصة وجاءت الساعة من الله، ولكل رجل أن يباشر زوجته في ليالي رمضان دون حرج. إلى أن قال: وابتغوا ما كتب الله لكم، أي إنو في مباشرتكم لزوجتكم التقرب إلى الله. يعني أن العلاقة بين الزوج والزوجة ليست علاقة بهيمية، علاقة حيوانية، وإنما علاقة تبتغي بها مرضاة الله. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني المقصود من العلاقة الزوجية أن الإنسان يعف فرجه وفرج زوجته، والغاية هو حصول الذرية وحصول مقاصد النكاح عموما. فهذا هو ابتغوا ما كتب الله لكم. ومما كتب الله لكم ليلة القدر الموافقة ليالي الصيام، فلا ينبغي لكم أن تشتغلوا بهذه اللذة عنها وتضيعوها. فلكم أن تفرحوا في ليالي رمضان، حتى إذا جاءت العشر الأواخر من رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد مئزره ويوقظ أهله ويحيي ليله. فهذا التيسير وهذه الرخصة تكون في الأيام الأولى من رمضان، لكن العشر الأواخر من رمضان من السنة أن الإنسان يجتنب حتى المباشرة مع الزوجة، لأن هذه فيها الليلة المباركة ليلة القدر، فإذا فاتتك لم تدركها أبدا. ثم قال ربنا عز وجل في الختام: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. ربنا عز وجل قال بأن الغاية للأكل والشرب والجماع هي تكون من طلوع الفجر إلى 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 غروب الشمس. ويروى أن الصحابي الجليل عدي بن حاتم قال: هذه الآية نزلت فيا، قال: عمدت لما سمعتها عمدت إلى عقالين، أحدهما أسود والآخر أبيض، قال: فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر إليهما لأتبين الخيط الأسود من الأبيض. فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أنني كنت لا أتبين طلوع الفجر، فأخذت عقالين أحدهما أسود والآخر أبيض جعلتهما تحت وسادتي. فقال صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض، إنما المقصود بياض النهار وسواد الليل، ليس العقال الأبيض والأسود. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود.
وهذا فيه دليل على استحباب السحور، فالإنسان عليه أن يعجل الفطر ويؤخر السحور. وربنا عز وجل فضل الأمة الإسلامية بأكلة السحور، قال إن فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فاليهود والنصارى في صيامهم ما عندهم سحور، والسحور خاص بالأمة الإسلامية. السحور كما قال النبي الكريم أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن أحدكم يجرع جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. احرص على أن تتسحر ولو بشربة ماء، لأن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. والسحور ينبغي أن يكون في آخر الليل. قال زيد بن ثابت تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس كم كان بين الآذان والسحور؟ قال قدر 50 آية. 50 آية يعني تقرأ في حوالي 10 دقائق، يعني لابد أن نتوقف عن السحور بحوالي 10 دقائق ثم يرفع الآذان لكي نستعد للصلاة. وهذا فيه دليل على أنه يجوز أن يدركه الفجر وهو جنب. قد يكون الرجل مع زوجته ولم يغتسل فصيامه صحيح، لكن عليه أن يغتسل للصلاة وصيامه يكون صحيحا. ثم قال ربنا عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، أي إذا طلع الفجر فعليكم بالإمساك عن المفطرات إلى الليل، والليل هو غروب الشمس. وأيضا ربنا عز وجل سيشرع الاعتكاف، والنبي الكريم كان في العشر الأواخر من رمضان يعتكف، فكان نهى عن العلاقة الزوجية في هذه الفترة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، إياكم أن تكون لكم علاقة زوجية في العشر الأواخر من رمضان، خصوصا العاكفون في المساجد المتصفون بذلك. هذه الآية شرعت الاعتكاف، والاعتكاف بعده لزوم المسجد لطاعة الله تعالى، والمؤمن ينقطع إلى ربه. فالاعتكاف لا يكون في البيت، الاعتكاف يكون في المسجد في بيت الله. لهذا الفقهاء لما كانوا يصنفون الكتب الفقهية إذا وضعوا كتاب الصيام وضعوا بجانبه كتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم، فإنه نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكر الله تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على الاعتكاف في الصيام في أواخر شهر رمضان، كما ثبتت السنة النبوية الشريفة أنه كان يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكفت أزواجه من بعده. بعدها ماذا قال الله عز وجل؟ ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. أي تلك المذكورات من الأحكام، تحريم الأكل والشرب والجماع ونحوه من المفتة في الصيام، وتحريم الفطر على غير المعذور، وتحريم الوطئ على المعتكف ونحوه من المحرمات. تلك حدود الله، أي هذه حدود حدها الله عز وجل لعباده ونهاهم من الاقتراب منها. تلك حدود الله، الذي ينتهك حرمة رمضان بدعوى الحرية الفردية ودعوى أن الإنسان هو مسؤول عن نفسه، هذا فيه طعن للشريعة، فيه استكبار على شريعة الله. تلك حدود الله، حدود حدها الله عز وجل ونهاكم عنها فلا تقربوها، لا تفعلوها. أبلغ من لو قال لا تفعلوها، فلا تقربوها، لأن القربان يشمل النهي عن فعل المحرم بنفسه والنهي عن وسائله الموصلة إليه. ثم العبد مأمور بترك المحرمات والبعد منها غاية ما يمكنه، ويترك كل سبب يدعوه إليه، إلى أن قال الله عز وجل كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. المقصود إذا بدا لهم الحق واتبعوه، وإذا تبين لهم الباطل اجتنبوه. فإن الإنسان قد يفعل المحرم على وجه الجهل بأنه محرم، ولو علم تحريمه لم يفعله، فإن الله تعالى بين للناس آياته وجعلها واضحة، وكلف الفقهاء
وكلف المحدثين وكلف الوعاظ بتبيينها للناس، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، فلم يبق لأحد عذر ولا حجة بجهل الأحكام. وهذا كله سبب للتقوى. ربنا كما بدأ آية الصيام بالتقوى ختمها بالتقوى لعلهم يتقون. فنسأل الله تعالى أن يجعل وإياكم من المتقين. اللهم يا رب تقبل منا صيام رمضان وقيام لياليه، وتقبل منا تلاوة القرآن، واجعلنا من عبادك الراشدين. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. أيها الأحباب الكرام، واللحظة نقوم بفتح خطوطنا الهاتفية للتواصل معكم. أرقامنا كالعادة 05-22-88-00-60 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52. نبقى مع فاصل ثم نعود لنواصل، فابقوا معنا. وصحبه وسلم. عدنا أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك، ويسعدنا أن نستقبل مكالماتكم. في البدء كانت عندنا واحد مكالمة قبل لحظات من الأسف، شقيقتين سكينة وحسناء، شقيقتين هما في صفة حسنة، جمال الصورة، التربية، الأخلاق، العائلة، ولكن عكوسات تتبعهم في حياتهم ليل نهار، لا زواج لا عمل لا سعد. هاتين الأختين يدعون الله بالليل والنهار ويسعون لفعل الخير، لعل الله تعالى يرفع عنهم هذا العناء. وطلبوا مني أن أطلب منكم أيها السادة المستمعون أن نرفع لهم دعوة إلى الرحمن، ندعو جميعا لله عز وجل أن يرفع عنهم هذه العكوسات وهذه الموانع وهذه الشدائد. فاللهم يا رب يا كريم، يا ودود يا رحيم، يا حنان يا منان يا عظيم الشان، يا رب هاتين الفتاتين حسناء وسكينة، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم الكرب، اللهم ارفع عنهم الشدة، اللهم يا رب يا كريم اصرف عنهم الموانع وافتح لهم أبواب التيسير وأبواب الفرج. يا رب بحق قولك إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح لهما أبواب التيسير وأبواب الفرج واعطهم من الخيرات والبركات حتى يشعرن بالرضا. يا رب بحق قولك ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. اللهم وارفع مقامهما إلى أعلى عليين، وارفع شأنهما فإنهن غير منظورات، اجعلهن منظورات مباركات يا أرحم الراحمين بحق قولك ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا رب يا كريم. ونتحول إلى خارج أرض الوطن، إلى إسبانيا مع لالة فاطمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته يا سيدي الكريم. طيب حياك الله لالة فاطمة. أنت إنسان طيب، اسم على مسمى. بارك الله فيك أستاذي الكريم، بارك الله فيك وأطلبك الله ورعاك سيدي الكريم. الحمد لله، والله أنا أسعد يوم في حياتي أني أكلم مع أستاذ. بارك الله فيك الشريفة. ربي يطول في عمرك إن شاء الله يا سيدي، والله يخليك لينا وتكدعي معنا وكنتبعوك، وإلى حزنت كان حزنوا وإلى فرحت كان فرحوا، والحمد لله الحمد لله. الله يكثر من أمثالك يا أستاذي الكريم، الله يكثر من أمثالك. بارك الله فيك لله. والله أنا سعيدة جدا في هذه الليلة المباركة، سعيدة جدا جدا يا أستاذي الكريم. أنا رجوع والله الفخر لنا لله، والله يطول عمركم لله. والله أنا فرحانة، والله ما عرفت باش نهضر بالعربية ولا بالدارجة، والله العظيم أنا فرحانة بزاف. بقلبك كل اللي قلتي أي كل اسم العسل بقلبك إن شاء الله، اللي جعل لسانك غادي يكون طيب بإذن الله. أنا أسألك الدعاء، أسألك الدعاء لأمي مريضة بالسكر وعندها الضغط والسكر، وأسألك الدعاء لها ولوالديا يا أبوي الكريمين، أسألك لهم ولهم الدعاء والشفاء لأمي العزيزة الحبيبة الغالية على قلبي.
لا إله إلا الله. وأسألك الدعاء لأختي الكريمة إنها في محنة وعندها مشاكل، وأسألك لها الدعاء يا ربي يسر أمرها ويفرج كربها إن شاء الله، يا رب يصلح لها أولادها إن شاء الله يا ربي، عزيزة على قلبي أختي، ونتمنى إن شاء الله ربي يفرج الكرب ديالها، الله سبحانه هو اللي يعلم بها، ونتمنى كل المستمعين اللي يسمعوا يقولوا آمين ويدعوا معها إن شاء الله ربي يسهل لها ويفرج عليها إن شاء الله بحول الله، وعلى كل الإخوة والأخوات المستمعين الكرام يا رب يا رب يا رب. لالا فاطمة إذا سولناك لالا وأنتي في إسبانيا، الأجواء ديال رمضان عندكم هذه الأيام واش نفس الأجواء اللي كانت في السنوات الماضية، ولا ربما حتى أنتم تشعرون بالغربة؟ والله الحمد لله الحمد لله، احنا في النهار يعني في غربة، واحنا عندك احنا حتى احنا هنا منعين علينا الخروج، يعني الساعة 10 ولا حتى واحد ما خصو يخرج، يعني حتى لا عندك اخوك ولا اختك تقدر تفطر معاه يعني ما تقدرش تخرج. عندنا المغربي ودن مع تسعود قال 5 وسدوا يسدون الطريق على 10 يعني ليلا 10 ليلا، يعني ساعة واحدة يعني ما تقدر تاكل ولا يعني تجتمع مع العائلة، يعني كل واحد في منزله. لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. لالا فاطمة اشتقتم لثلاث تراويح والتجمعات اللي كانت حتى في إسبانيا، كانت هناك مساجد تعقد ثلاث تراويح. كل مسدود هلا، يعني كل شيء مسدود، ما ولا مسجد مفتوح ولا كل شيء مسدود، حتى الإنسان اللي يصلي المغرب يرجع لبيته يعني أسرع وقت خصو يرجع المنزل دياله. لا إله إلا الله. ساعة 10 بالليل ما يبقاش أكثر من ساعة 10 بالليل. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله إحنا مع الراديو ميد راديو متبعينكم وكنسمعوا لكم من الصباح حتى الليل، الحمد لله متونسين بكم والحمد لله، نطلب الله الله يحفظكم علينا هذا الوباء يا رب يا رب، نشوفوا الوالدين ونشوفوا الحباب في المغرب، توحشنا بلادنا العزيزة وتوحشنا أرضها. لا إله إلا الله. وتغرابها وتوحشنا هواها، الحمد لله اللهم لك الحمد اللهم يا رب يا رب يفرج يا رب. أسألك الدعاء أستاذي الكريم، أسألك الدعاء. شكرا لله فاطمة، حفظك الله ورعاك وتعازينا الحارة للوالدة العزيزة الغالية اللي فقدناها لهذا السنة، ونطلب الله سبحانه وتعالى يقمدها برحمتها الواسعة. الله يطول عمرك لله. جميع موتانا وموتى المسلمين يا رب يا رب. شكرا لك يا سيدي. أنا عندي سؤالين يا سيدي. يا مرحبا. عندي سؤالين. السؤال الأول فيه واحد الدعاء كيقول اللهم إنا لا نسألك رد القضاء وإنما نسألك اللطف فيه. سمعت بعض الناس كيقولوا يعني هذا الدعاء ما يجوز نقوله، يعني ما خصناش نقوله هذا الدعاء، ما عرفت واش هذا صحيح ولا يجوز نقوله هذا الدعاء. لا عبد الله إيه. وسؤال ثاني، الله يرحم الوالدين، أنا كنصلي اللي كتب الله في البيت تراويح بعض المرات 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات، وعندي مشكل في الصلاة يا أستاذي الكريم، الخشوع. نعم. الخشوع ما بعض المرات نصلي ركعتين ونحس بشوية حلوة الإيمان، بس ما كتير بعض المرات ما عندي خشوع الصراحة، ما عرفتش. لا إله إلا الله. سبب قلك الخشوع في الصلاة ما عرفتش، والله ما عرفت، والحمد لله على كل حال. يا رب يا كريم وبارزقنا وإياكم الخشوع يا رب من عندي. يا رب يا رب. يا رب. وخلنا فاطمة شكرا لك لله، كنشكرك على التواصل ديالك وكنشكروا فيك هذا الروح الإيمانية، وحنا قلوبنا مع الجالية المغربية المقيمة بالخارج، توحشناهم كثيرا أحبابنا وأقاربنا وأصدقاؤنا وكل جالياتنا، كنقول لهم بلسان واحد توحشناكم كثيرا، ولكن قلوبنا معكم وربنا قريبا سوف يرفع هذا البلاء. إذا كنا محرومين من صلاة التراويح والمساجد مغلقة فهذه مجرد تدابير وقائية واحترازية، غايتها هو تطويق هذا الخطر المحدق بالناس، لعل بعد رمضان إن شاء الله تعالى تقل حدته أو تزول وبعدها يقع الانفراج، فأسأل الله تعالى أن يعجل بالفرج للجميع. لالا فاطمة جوابا على سؤالك، هذا الحديث هو دعاء، اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، هذا حديث وارد، لكن المقصود به أن الإنسان إذا وقعت له شدة من الشدائد، الابتلاء درجات، هناك الابتلاء الخفيف ضاعت لك 100 درهم أو فاتتك فرصة، ابتلاء خفيف مرض بسيط، لكن هناك ابتلاءات شديدة جدا قد تقع على العبد فلا يستطيع تحملها، كمن فقد ابنه
أو كمن ضيع كل ممتلكاته، أو كل من اتهم بالباطل وزج به في السجن، أو غير ذلك، عمل اغتصاب أو غير ذلك خطير جدا. فهناك من لا يتحمل حتى إنه يتمنى الموت لو أنه مات، لأن نجد بعض الناس حينما تشتد بهم المصائب يفكرون في الانتحار ويعتبرونه كوسيلة لإنهاء المشاكل، وهو أسوأ وسيلة ممكن أن يعتمدها الإنسان. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم معالج النفوس يعلم بأن هناك أشخاص قد يتعرضون لبلاء شديد، وقد تأتيهم وسوسة إبليس ويقول له هذه الحياة ما بقي فيها خير والموت خير منها. لهذا علمنا أن نقول هذا الكلام إذا أصبنا لا قدر الله ولا سمح الله أصبنا بابتلاء شديد، نقول اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه، لأن القضاء هو سينزل، لكن الله سبحانه وتعالى قد يلطف في قدره، اسمه اللطيف. وحينما إذا كان القضاء سينزل لا أحد يستطيع أن يرده سوى الدعاء، الدعاء هو الوحيد الذي يتعرض للقضاء. القضاء نازل من السماء والدعاء يرتفع من الأرض، فيلتقيان بين السماء والأرض، من يغلب، هل الدعاء أم القضاء؟ إذا كان الدعاء قويا وخاشعا فإنه يغلب القضاء ويتحول من شر إلى خير، وإذا كان الدعاء ليس بالقوة التي ينبغي أن يكون بها فهو على الأقل يخفف من وطأة هذا القضاء. فهو دعاء ماتور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه أن الإنسان إذا اشتدت به الأزمات فليكثر من الدعاء، وخصوصا من ذكر اللطيف. الله لطيف بعباده، الله لطيف بعباده، لأن اسم اللطيف يجعل الشدة يجعلها خفيفة، تنزل بردا وسلاما على قلب المؤمن والمؤمنة. فأسأل الله تعالى أن يصرف عنا الشدائد والكروب، وأن يخفف عنا ما نزل، وأن يرزقنا وإياكم الحياة الطيبة. أما عن السؤال الثاني لالة فاطمة، أن الناس يصلون الآن التراويح في بيوتهم، لأن إذا أغلقت المساجد لابد أن نبحث عن البديل. ما هو البديل؟ أن نجعل من بيوتنا مساجد، أننا نجتمع مع الأسرة، الزوج مع الزوجة والأولاد أو بعض الجيران في بيوتنا، ونستعمل دوما التباعد والوسائل الوقائية من كمامات وغيرها. وكما نجتمع للإفطار نجتمع للصلاة، خمس أو ست أنفار لا بأس بذلك. فنجعل من بيوتنا مساجد، إلا أننا نلاحظ بأن الخشوع قد نفقده، ليس كفي المسجد. في المسجد يكون الإمام متخصص يقرأ بالقرآن بصوت جهوري وبتجويد وبشكل راقي، فنبقى مع القراءة مع الخشوع، لكن لما نكون نحن كل بمفرده لا يتقن القراءة أو يتتعتع في تلاوة القرآن قد يضيع من الخشوع. الخشوع هو عطاء إلهي يأتي ويرتفع، كيف علينا أن نأتي بالخشوع؟ وهو أن الإنسان حينما يقف للصلاة عليه أن لا يتعجل، يكبر ويدخل مباشرة في الصلاة، عليه أن يتوقف هنيهة لحظة تأمل. إنك تقف بين يدي مالك الملك، لاحظ معي، لو وقفت بين يدي مسؤول قائد أو رئيس دائرة أو عامل أو والي أو مسؤول أمني أو قضائي، لا شك أنك تقف باحترام وتقدير وتعي ما تقول. هؤلاء مجرد بشر ضعفاء، فما ظنك لما تقف بين يدي مالك الملك الجبار القهار الذي أمره بين الكاف والنود، إذا قضى أمرا أن يقول له كن فيكون. لكي نحصل الخشوع علينا أن نستحضر هذه المعاني. قبل أن نكبر نقول الله أكبر، نقف هنيهة، نتخلص من الـ من الـ من الأشياء التي كنا فيها. هناك بعض الناس يكون يتداول الإفطار ويشاهد مسلسلات أو أفلام أو سكتشات ويضحك ويبتسم، كل هذا أمر مباح، لكنه مباشرة يقوم للصلاة. هل تظن بأن هذا سوف يكون خشعا؟ كلا. فلابد أن نحقق لحظة قطيعة ولو لدقائق معدودات،
نقطع أفكارنا مع ما كنا نفرح ونسعد به في التلفاز أو مع أهلنا ونلجو إلى الصلاة، لابد من لحظة تأمل ولحظة استغفار ولحظة تسبيح، ثم بعدها نقول الله أكبر ونلجو إلى الصلاة. والفكر بين الفينة والأخرى سوف يهرب، لأن هناك إبليس خاص بنزع الخشوع. كلما دخلت إلى الصلاة يأتي عند أذنك ويقول لك أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فتتوالى عليك الأفكار والخواطر، فعليك أن تصارعها. الخشوع هو صراع، صراع بين وسوسة إبليس وبين طمأنينة النفس البشرية. الصراع لابد أن يكون محتدما حتى ننجح. يا سلام لما ينجح العبد المؤمن في طرد هذه الوساوس ويحصل الخشوع، يا سلام. الفرق بين الذي يحب الصلاة وبين الذي يقوم إليها متكاسلا هو أن الذي متكاسل عن الصلاة لم يحصل الخشوع، لهذا لم يذق حلاوتها، لهذا هي عنده هينة. أما الذي ذاق حلاوة الخشوع فإنه تجده يسارع إليها ويفرح بها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال أرحنا بها، لأنه حصل الخشوع ويعلم حلاوتها. وسبل الخشوع في الصلاة طويلة جدا، قد نخصص لها حلقة كيف ما هي التدابير والإجراءات لتحصيل الخشوع على المستوى البدني والنفسي والعقلي والروحي، ولكن يكفي أن نركز على فكرة واحدة، أن العبد المؤمن في سجوده يدعو الله: يا رب ارزقني الخشوع بين يديك، يا رب إني عجزت وأنا غير قادر على الخشوع بين يديك لضعفي وهواني، يا رب ارزقني من عندك القدرة على الخشوع. وبهذا الدعاء بيقين ربنا يفيض عليك من نوره، يفيض عليك من بركته، وإذا حصلت الخشوع كنت من أسعد خلق الله تعالى. تصير الصلاة بالنسبة إليك شفاء ودواء ومتعة ورحلة من الحياة الدنيا إلى الدار الآخرة، وإسراء ومعراج يومي. فأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جميعا الخشوع. لالا فاطمة، أسأل الله تعالى أن يزيدك يقينا ويزيدك صلاحا ويزيدك بركة، وأسأل الله تعالى أن يشافي والديك ويمتعهم بالصحة والعافية وتمام العافية. وأختك اللهم ارفع عنها هذه المحنة، اللهم ارفع عنها هذه البلية، اللهم اصرف عنها السوء، اللهم تولها بعنايتك ورعايتك وأسعد قلبها وتولى أمرها وكلها وليا ونصيرا. قولوا معنا جميعا أمين 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 يا رب يا كريم. نتحول أيها الأحباب الكرام مرة أخرى من أهل أرض الوطن إلى إقليم جديدة مع لالا فاطمة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ الله يطول عمرك لالا. رمضان كريم عليكم، صحة وسلامة يا رب. يا رب يا كريم، بارك الله فيكم. أولا أني كريبان كرجع من فضل الله سبحانه وتعالى باش أنا كنسمع لك، ثم الأبدية اللي الله يرحمه اللي كان كيتمنى يشوفك ودائما كيقول لنا بغيت نشوف صورته هكا باغ انترنت. الله أكبر. الله يرحمه ويفسع عليه وعلى جميع المسلمات. ألو. لا 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 إله إلا الله. عني كريبان، الله يجزيك بخير والله يرحم لك الوالدين. أسألك الدعاء في واحد الأخت ديالي اللي هو هي والأم ديالي راهم في الاستماع، أختي خديجة وماما عائشة. كان رجاك دكتور الله يرحم لك الوالدين ديالي مع أختي اللي كتمر بواحد الأزمة نفسية صعيبة صعيبة. لا إله إلا الله. فاش توفى الأب ديالي اللي كانت متعلقة به واحد درجة ما تخيلش دكتور، وهي تبارك الله حاصل على الدكتورة وللأسف والحمد لله ما توفقت مع خدمات ما نزوجاش. لا إله إلا الله. ومريضة بزاف دكتور لدرجة أنها عندها أفكار انتحارية، وبسبب هذا المرض اللي هي فيه وهذه الأزمة النفسية ماما هي تأثرت بها، واللي هي بدورها الآن كتعاني ومريضة. الله أكبر. شغنقول لك دكتور والله زعما يعني واحد الظروف اللي كندوزو منها
انا كان انا ما كرهش الدعاء من عندك يا دكتور، ولكن كان الدعاء كنطبقوا الام ديالي واختي اللي هما الفرحه ديالي يا دكتور. يا رب كنترجاك الله، كنترجى الله ثم انت يا دكتور عافاك دعي لي مع اختي خديجه بالشفاء بالشفاء بالشفاء، لانها كدوز واحد المرحله خطيره دكتور، ولا حول لنا ولا قوه، لا حول، لا اله الا الله. كان دابا راهي في الاستماع راه كتسمعني يا رب، وهذا نهار كبير استاذ، نهار كبير هذا اللي شد لي الخط مرارا. الله يطول عمركم لنا. كنحاول كنحاول وسبحان الله شد لي اليوم هاد الشهر الفاضي شهر رمضان. الله يطول عمركم لنا. اللهم لك الحمد دكتور، اسمح لي انا متوتره شويه. العفو بنتي العفو. العفو لنا فاطمه، الله يسكم الصبر في الوالد، الله يسكم الصبر، انا لله وانا اليه راجعون. لا اله الا الله. بزاف دكتور بزاف، اقسم بالله كنت عزيز عليه، وهو اللي هو اللي خلاني انا ديما كنصنتو لك انت دكتور، الله يرحمه ويكفي عليه. بارك الله فيك الشريفه. الله لا اله الا الله استاذ، وعافاك دكتور دعي لي مع اختي بزاف ومع الام ديالي، اختي راه كتمر واحد الازمه نفسيه حاده حاده، انا باغي الله يعني كتمنى تخدم داكشي اللي كتمنى انا ديروا مع بابا الله يرحمه، كما كنقولوا قراها الحمد لله وصلنا كاملين، وهي كانت كتبغي ترد ليه ولو قليل من داكشي اللي دار فينا، ولكن ما كتبش، مات الله يرحمه. ولحد الان هي باقا متاثره وما تصدقاش بانه مات، وما باش تدخلها لراسها نهائيا، ما يعني لا اله الا الله، نفسيه زاد نفسيه اخرى، يعني هي مرضات بانها ما خدمات، ما يعني داكشي اللي كانت كتمنى توصل ليه ما وصلتش ليه، زياده عن ذلك بابا الله يرحمه اللي مات زاد كملات ليها. الله اكبر. ودابا ديالي كتعاني وكتشوف، يعني كنا كنعاني ودكتور ما نكذبش عليك، كنا حنا كنتمناو الدعاء، ولكن انا فرحتي والدعاء كنبغي لختي والام ديالي. يا ربي ربي يعطي للجميع، ربي كريم واسع العطاء. دكتور الله يجازيك بخير، ولا كان ممكن يا دكتور الله يرحم لك الوالدين الرقم ديالك يا دكتور الله يجازيك. واخا لاله فاطمه باذن الله، او اخي سامي غدا الرقم ديالك ان شاء الله نتواصل معك لاله فاطمه. الله يجازيك. يا مرحبا لاله. واحد المرحله نفسيه خطيره، واسمح لي يا دكتور الا كنت ثقيله عليكم، وانما العفو العفو لاله. شاهد علينا. وحاجه اخرى دكتور الله يجازيك بخير، واحد السيد خدا لنا الارض ديالنا ظالم، خدرنا قضية أنه بسبابه الأب ديالي عارف كيفاش غنقول لك دكتور، أكيد غيكون تأثر مسكين وكان سبب تفاقم الأمراض، تفاقم وخدرنا هذه 5 سنين والدعوة في المحكمة وباقي الحق ما بانش، ويعني شغنقول لك دكتور كنترجاك وكنطلبك تدعي معنا دابا وكاع المستمعين وقولوا آمين، الله يرحم لك الوالدين ويرحم لك الوالدة ويصلح لك وليداتك دكتور، والله يجازيك بخير وكل مستمعين، الله يشافي كل مريض، والله يقضي الدين عن كل واحد، والله يسهل على كل واحد، حنا كنتمناو الدعاء منك دكتور، الله يجازيك يا رب. شكرا لك بنتي فاطمه، الله يحفظك لنا، الله يحفظك بنتي يا رب يا كريم، وان شاء الله تعالى هذا الدعاء، ونحن في رمضان، وفي رمضان الدعاء مستجاب، ربنا قال واذا سالك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لأن في رمضان الناس صائمون قائمون طاهرون مباركون وقريبون إلى الرحمن. أولا أريد لنا فاطمة أن أوجه كلمة لأختك اللي هي مكتئبة وحزينة ومنكسرة، كنبغي نقول لها بأن لا تعظمي الحياة الدنيا في قلبك، الدنيا ربنا سماها الدنيا من الدنو، أنها ناقصة، أنها لا تساوي أي شيء، نظر إليها ربنا حينما خلقها نظرة واحدة ثم ولى وجهه الكريم عنها، لما خلق الله الدنيا نظر إليها نظرة واحدة ثم أدبر وولى وجهه عنها، لم ينظر إليها بعد ذلك. لماذا؟ لأنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، ولو كانت تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى بها كافرا شربة ماء. فعلى المؤمن أن لا يعظم الدنيا في قلبه، بل يعظم شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإن ذلك من تقوى القلوب،
المؤمن يعظم القرآن في قلبه، يعظم ذكر الله في قلبه، يعظم الصلاة والعبادات في قلبه. أما الدنيا فما أقبل منها فمرحبا، وما أدبر منها فيا مرحبا. هكذا الدنيا تقبل وتدبر. لابد أن تعلمي يا أختي الفاضلة بأن الوالد ديالك الذي توفي هو لم يمت بسبب الحسرة على الظلم الذي تعرض له من طرف هذا الظالم المغتصب الذي أخذ له أرضه أبدا، بل عمره انقضى. لكل ما له عمر محدد. نحن نتسلم شهادة وفاتنا لما نكون أجندة في بطون أمهاتنا. أول ما يتسلم المخلوق وهو في بطن أمه شهادة وفاته. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يجمع نطفة في بطن أمه 40 يوما، ثم يصير علقة مثل ذلك، ثم يصير مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكان فينفخان فيه الروح ويؤمران بكتابة 4 كلمات أجله والأول، ورزقه وشقي أو سعيد. فالأجل مكتوب. لما كنا في بطون أمهاتنا يلا عدنا 120 يوم، كل واحد منا تسلم شهادة وفاته قبل أن يحيا لكي يعلم كم سوف يقضي من زمن في هذه الدنيا. فلا أحد يزيد دقيقة ولا جزء ثانية ولا ينقص. إذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. فالزمن هو هو، فالأمر لله تعالى. ثم من مات استراح. الله عز وجل إذا أراد أن يقبض روح المؤمن يناجيه، يقول: يا عبدي تعال إلينا لتستريح من عناء الدنيا. ربنا يرى في القدر والقضاء الذي عند المؤمن، ويرى بأن حياته المستقبلية لن يكون فيها إلا معاناة، إلا تعب، إلا مشقة، إلا أمراض، إلا صراعات. فربنا يقول للعبد المؤمن: تعال إلينا لتستريح من عناء الدنيا. فأبوك لعل الله تعالى اطلع فرأى بأن حياته المقبلة لن يكون فيها ما يسر، فأراده أن يضمه إليه. ثم إن المؤمن لما يموت يقضي ليلة واحدة في القبر، والليلة الثانية مباشرة ينتقل إلى عالم البرزخ، ويستقبله الأهل والأحباب ممن سبقوه بالإيمان. يستقبله والداه وأجداده وأخواله وأعمامه وأحبابه، يقولون: سيقبل علينا وافد جديد. ويجتمع معهم في عالم البرزخ. لماذا البكاء؟ وأبوك الآن هو في جمع مبارك مع أهله وأحبابه في عالم البرزخ. عالم البرزخ هو قاعة انتظار كبيرة جعلها الله تعالى ما بين الدنيا والآخرة، تجتمع فيها أهل أرواح أهل الإيمان، يجتمعون في نظام مخالف للدنيا تماما، مخالف كل ما خطر على ذلك، فذلك مخالف لذلك. يأكلون ويشربون ويتدعمون ويتسامرون فيما بينهم. والدك الآن رحل إلى رحمة الله، لا تظن أنه في القبر، القبر فيه جثة، فيه تراب، لكن الروح الطاهرة جاءتها الملائكة فغسلوها وكفنوها وقالوا: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. أبوك ربنا حمل روحه الطاهرة وكفنته الملائكة وطهروه بالمسك وبالعنبر وريح الطيب، ثم أخذوه إلى عالم البرزخ. هو الآن يستأنس مع والديه وأحبابه وأقاربه، هو فرح مسرور، هو يستاء من بكائكم. لما نبكي على الميت يستاء، حتى قال صلى الله عليه وسلم: إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه. هو ميت وكيف يعذب؟ لأنه حي. الميت هو عنده حياة من نوع آخر، كالجنين لما كان في بطن أمه كان حيا يرزق، يأكل ويشرب ويتحرك ويحس ويشعر. كذلك الميت عنده حياة من نوع أخرى. فربنا سبحانه وتعالى أخبر بأن أهل الإيمان ينعمون: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أبوك إذا بكيت عليه فإنك تضرينه. أولا
يستاء لأنك لم تتجرعي مدحة الإيمان، هو يحتاج منك إلى دعاء، يحتاج منك إلى عمل صالح. ونحن في رمضان ندعو لأمواتنا بالرحمة والمغفرة والرضوان، إذا كان عندنا مال نتسابق ونعطي للفقراء والمساكين صدقات، لأن المساكين والفقراء هم مثل ساع البريد، يحملوا الصدقات إلى أمواتنا، نوسع عليهم. فإذا لم نكن عندنا مال نتقرب إلى الله بالدعاء، نختم القرآن، نصلي ركعات القرآن الرحمن، نكثر من الدعاء للفقيد، والفقيد تأتيه تلك الصدقات روح وريحان وجنة نعيم، حتى إنه يكون في قبره ويطرق فيستفتح فيفتح له، فيقول هذه صدقة من ابنك فلان، هذه دعوة من ابنتك فلانة، فيفرح ويسعد ويطرب لها. لماذا البكاء إذن؟ أقول لك أختي الفاضلة، لو أنك أخذت الدكتوراه ولم تشتغلي، ربما لأن البعض يربط الرزق بالحكومة، أو يربط الرزق بوزارة المالية، أو يربط الرزق بأرباب العمل لبتخدة، خطأ شديد. الرزق ليس عند هؤلاء قطعا، الرزق عند الرزاق سبحانه وتعالى. هؤلاء مجرد وسائل ربنا عز وجل استخدمهم لكي تصل نصيبك من الرزق، فقط وسائل. أما إذا أراد ربنا أن يرزقك فبلا وسائل، يرزق بلا أسباب، ويرزق بلا أسباب، ويرزق ضد الأسباب. أختي فاضلة، لا أريد منك أن تستائي لأنك حصلت على دكتوراه ولم تشتغلي ولم تتزوجي، ربنا قادر على أن يغير حالك من حال إلى أحسن حال بالدعوة الصالحة، لأن قد يكون هناك قدر والباب مغلق، فنستفتح ونطرق الباب وندعو الرحمن فيفتح له الأبواب، ثم ربنا يعطيك. وإذا أعطاك أدهشك، أدهشك، أعطاك من الخير الكثير. فاللهم يا رب، أيها الأحباب الكرام، جزاكم الله خيرا، نتعاون في الدعاء لأختنا فاطمة وأهلها. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا ودود يا كريم، يا من أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، يا ربي هذا الفقيد اللهم ارحمه رحمة واسعة، واجعل قبره مزارا للملائكة، واجعل قبره روح وريحان وجنة نعيم. اللهم اسقه شربة ماء من حوض النبي لا يظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعله من القبور إلى القصور، اجعله ممن تتفتح لهم أبواب السماء. اللهم اجعلهم ممن تتلقاهم الملائكة، سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اللهم بوئه مقعد حق عند ملك مقتدر، بدله اللهم دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وجيرانا خيرا من جيرانه، واجعله عندك منعما مكرما. يا ربي، وابنته الحزينة المكسورة، اللهم بدل حالها من حال إلى أحسن حال. يا مبدل الأحوال، بدل حالها من حال إلى أحسن حال. اللهم ارزقها القبول، اللهم افتح لها أبواب التيسير، اللهم أزل عنها العقوبات، وأزل عنها الموانع، وأزل عنها الكروب. اللهم يا رب، والفقيد شافي زوجته، أمهم يا رب أطل عمرها وزكي عملها. اللهم وأسعد قلبها وأقر عيونها بأولادها وبناتها وأحفادها. اللهم وجني أفراد أسرة كلهم وليا وكلهم نصيرا. يا رحمن يا رحيم، لا تجعل هذا الشهر الفضيل يمر إلا وقد استجبت لدعواتهم وحققت رجاءهم وبلغت مقصودهم. واجعل يا رب هذه البنية الحزينة ترى والدها في المنام، يا رب تراه بعين الرضا، تراه تكسوه جبن وعلى وجهه النور والفسحة والحبور، وأنه في جنات الفردوس يتنعم، حتى يدخل إلى قلبها الرحمة والطمأنينة والثقة في رحمة الله الواسعة. اللهم عجل لها بالفرج يا ربي، وكل من قال آمين ارزقه من الخيرات والبركات ما أنت به عليم. قولوا جميعا آمين، آمين، آمين يا ربي يا كريم. ونتحول إلى إقليم مكناس مع أخينا هشام. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بس عليك أنا يا أستاذ. الله يطول عمرك سيدي. لا لا، عقلت لي أنا وهشام اللي كنت طالبتك باش ديرنا شي دروس فقه الموت. الله أكبر، إياس به هشام، الله يطول عمرك، إن شاء الله نديروا فقه الموت وفقه الحياة بإذن الله. سلام سلام أنا أستاذ بخير هاني. الله يطول عمرك سيدي هشام.
ما تنعاودش شحال هذه باش نتصلوا بك، ولكن ما كتبش هذه الليله الرمضانيه والحمد لله اللي اتصلنا. نهار كبير اخويا، نهار كبير سيدي هشام، لا اله الا الله. اجرك الله في الوالده. يا ربي الله يرحم الجميع يا رب، اللهم امين. فيها جناتي جناتي يا ربي يا كريم. يا احمد يا رحيم اخويا. استاذ بغيت نبدا من حيث انتهيت الان من هذا من هذه الاجابه على هذه الاخت. اييه. لان بالنسبه انا نهضر معها بحكم التجربه. الحمد لله لانك في الجواب ديالك راه افاد سواء اجل. الوصفه غنعطي واحد الوصفه الا بغات الا بغات ترتاح من هذه القضيه، انها تداوم على الدعاء للوالد ديالها. الوالد ديالك تدعي له بزاف ودير اعمال الخير وتطلب من الله سبحانه وتعالى يكتب الاجر ديالها في الصحيفه ديالو. انا كنت تجربة ان الوالد ديالي توفى هذه واحد اربع سنوات تقريبا، ونهار فاش مات وانا كندعي له وكندير اعمال وكنطلب ربي باش يوصلوا، والحمد لله انا كانه ما ماتش، انني كنشوفه بزاف وكنحس بكانه باقي معنا في الحياه. لان خصها ما تتألمش هكا، لان راه ملي كتألم هي راه هو تيتألم. لا اله الا الله. الحياه ديالها هو حتى هو راه تيشوف الحياه ديالها، هو خو في عالم البرزخ ولكن راه كيشوف الحياه ديالها حتى هي واقفه. فكما كتألم هي على الفراق ديالو حتى هو تيتألم على الحاله ديالها من حيث هو. لا اله الا الله. هذا هو السلام من الحكم التجربه، تدعي له بزاف اكثر من الدعاء ديال اللي بزاف، وان شاء الله باذن الله غادي ترتاح، غادي ترتاح وغادي تصبر وتشوفوا دائما في المنام وكذا وكذا في حاله مزيانه، وهذا ان شاء الله باذن الله غادي ترتاح. لا اله الا الله. واحد السؤال كان طرحته واحد الاخت والبار على شي ابن ديالها تيخدم في شي شركه وما تيخليهمش يصلي وداك الشيء. اييه. كان ديشارجا ليا التليفون مونطرا وقلت واحد الجواب نعطيه للاستاذ واعطيني رايك فيه ربما نقدر نكون. اييه مرحبا هي سيدي هشام استاذ اخويا. كنت واحد الايام كنت كنقرا بعض الكتب، انا شي شو كنت كونت في الشريعه خريج المعهد الاصيل، عندي بكالوريا في العلوم الشرعيه. واخا واخا طال شويه الاماد باقي شي شويه شاد في هذا الشيء هذا. كنت تنقرا واحد الحديث ما عرفتش الدرجه ديالو واش هو صحيح ولا، كان واحد السيد جاب بحال هكا الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه المسألة بحالها، وكان جواب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا لا خير في عمل ينهيك عن الصلاة. هذا حديث ديال الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني إذا كان العمل وخلو أنه عمل وكان ينهي عن الصلاة فهو ما فيهش خير بالنسبة للإنسان. الأحسن إذا كان الإنسان شي قلب بلاصة أخرى إذا كان في خدمة موجودة. إيه حتى إلا ما كانش، إلا كانت حكم الضرورة مثلا، إلا كان ذاك التخصص اللي هو تيخدم في ديك الشركة فيه وما كاينش مثلا قليل جدا لقى صعوبة في الإيجاد ديال عمل تيشبه له ولا بحاله، هذيك الساعة ممكن أنه راه عنده الضرورة. أنا في نظري أما إذا كان العمل موجود فمن الأحسن يمشي يقلب على عمل آخر، فمن الأحسن يبقى معدب. هذا هو اللي بغيت نقول للأستاذ سيدي هشام قول وجيه. شكرا لك سيدي، شكرا لك سيدي هشام، بارك الله فيك. شكرا يا استاذ، بارك الله فيك. والله يضمرك بنور الله يا رب يا كريم، شكرا لك. فعلا الانسان الصلاه هي عباد الدين، واذا ابتلي الانسان بعمل الذي يضيقون فيه على الصلاه هذا يسمى ابتلاء عظيم، وان كنا لا نستسيغه، لان نحن في المغرب نحن بلد امير المؤمنين، نحن عندنا مؤسسه اماره المؤمنين، وهذه المؤسسه دورها حمايه شعائر الدين، وهذه نعمة أكرمنا بها الله المولى عز وجل. فلا يقبل في أرض إمارة المؤمنين أن نسمع أن هناك إدارة أو مؤسسة أو شركة تمنع موظفيها ومستخدميها من الصلاة. أي نعم هناك تنظيم للصلاة، يعني لا نقول بأن الإنسان يخرج أثناء العمل إلى المسجد ويغيب ساعة بكاملها، لا لا ليس هذا، وإنما داخل كل إدارة كل مؤسسة ينبغي أن يكون هناك قاعة للصلاة، ويسمح للمستخدمين أن يؤدوا الصلاة في 10 دقائق ويعودوا إلى مقرات عملهم، أو على الأقل يصلي في مقر عمله في مكتبه أو في حقله أو في الدائرة التي يشتغل فيها. فهذا حق مكفول. إذا كنا نود كثيرا أن نعزف على وتر حقوق الإنسان فهذا هو الحق الأول من حقوق الإنسان، هذا حق مبدئي، حق التدين وحق ممارسة الشعائر الدينية وحق أداء الصلاة في وقتها مع الجماعة. ولا يسمح لرب العمل مهما كان مقامه أنه يفرض غير ذلك، لأن عندنا دولة مسلمة وعندنا نظام
ديني الحمد لله محافظ وعندنا مؤسسة دينية تحرص على هذه الأمور، فلا يمكن أن نقطع الأرزاق، بل عوض أن نقطع الأرزاق نسوي الخلل، نسوي الخلل. والطريقة البسيطة إذا تكرر هذا الأمر فعلى المستخدمين أن يرفعوا شكاية ويوقعوا فيها جميعا ويرفعوها إلى المسؤولين. المسؤول الأول هو العامل في الإقليم، كل إقليم في عامل، هذا العامل هو ممثل صاحب الجلالة وأمير المؤمنين، أنه يتدخل لتسوية هذا الأمر بالتي هي أحسن. قد يبعث يكفي العامل إذا توصل بشكاية من هذا القبيل، فإنه قد ينتدب موظفا عنده له خبرة ومهارة، يطلب منه أن يذهب إلى هذه الشركة ويتفاوض معها بالكلمة الطيبة ويقنعهم بأن يترك الموظفين يؤدون صلواتهم في أثناء الوقت العمل. فإذا تعذر هذا الأمر فهناك قانون الشغل، قانون الشغل فيه حقوق وواجبات، وهناك مسطرات طويلة متعددة لا داعي لذكرها، ربما معروفة عند الجميع، لكن هذا الوضع قطع الأرزاق ولا قطع الأعناق. الرزق أيضا هو في ظرفية، هذه الظرفية الشاب يعمل وجد عملا، صعب جدا أنه يترك هذا العمل بكل بساطة، بل لابد أن نقاوم. أحيانا يكون هناك الصراع بين الخير والشر وبين الصلاح والطلاح، فعلينا أن نقاوم، والمقاومة كلما كانت سلمية كانت أفضل، لأن المقاومة السلمية فيها أقل الخسائر وتأتي بالثمار حتى تنضج وتكون إن شاء الله النتيجة إيجابية. وكما ذكرنا سابقا بأن هذا الباترون، هذا الرئيس، لو كان عنده موظف مصلي خير له من موظف تارك للصلاة، لأن الموظف تارك الصلاة قد يسرق، قد يغش، قد يطعن من الخلف، قد يفعل أشياء لأنه ترك الصلاة وهي من فرائض الدين، فانتظر منه أن يفعل أي شيء. في حين لو كان يصلي ويخاف المولى فإنه سوف يطمئن بأن هذا الموظف لن يطعنه من الخلف، لن يغش، لن يسرق، لن يفعل سوءا، هذا في الغالب. وأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع إلى الطريق المستقيم فضلا منه وإكراما وإحسانا. والوقت يدركنا أيها الأحباب الكرام، تعالوا بنا ندعو الله سبحانه وتعالى في هذه الدقائق المتبقية من البرنامج، ونناجي المولى، نناجيه في ليالي رمضان، نناجي المولى عز وجل بعد صيام وقيام وتلاوة القرآن. اللهم يا رب العالمين، يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، اللهم إنك ناظر إلينا، حاضر لدينا، قادر علينا، أحط يا ربنا بأسماعنا وأحط بأبصارنا، فاللهم يا رب العالمين كلنا ولا تكون علينا. اللهم ارزقنا أنسا بك، اللهم ارزقنا أنسا بك، وارزقنا هيبة منك يا ربي، وقوي فينا فيك يقيننا يا ربي، بك اعتصمنا، بك اعتصمنا يا مولانا، فأصلح لنا ديننا، اللهم أصلح لنا ديننا، ووفقنا لصيام رمضان وقيام لياليه وتلاوة القرآن. اللهم وأقم الدين في قلوبنا وصدورنا وفي مجتمعاتنا، اللهم أصلح لنا ديننا، وعليك توكلنا يا رب العالمين، فارزقنا ما يكفينا يا رب. الرزق من عندك، الرزق أنت الرزاق، وأصاحب الرزق تعطيه لمن تشاء وتمسكه عمن تشاء، فارزقنا يا ربنا جميعا رزقا حلالا طيبا، وارزقنا ما يكفينا، اللهم ارزقنا ما يكفينا ولا ترزقنا ما يطغينا. اللهم إنا نعوذ بك من الطغيان، ونعوذ بك من التمرد، ونعوذ بك من عدم القناعة. اللهم يا رب أنت حسبنا وأنت نعم الوكيل، أنت حسبنا وأنت نعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. يا رحمن يا رحيم، اللهم احيي قلوبنا واحيي أرواحنا، احييهم بنور معرفتك واحييهم بنور محبتك. اللهم احيي أجسامنا وجوارحنا بنور عبادتك ولزوم طاعتك ودوام خدمتك. اللهم يا رب العالمين، نسألك في هذه الساعة المتأخرة من الليل أن ترزقنا قوة الإيمان واليقين وحسن القيام بحقك، وأن تملأ يدينا من طيب رزقك. اللهم املأ يدينا من طيب رزقك، واشملنا بخفي لطفك.
اللهم اشملنا جميعا بخفي لطفك. اللهم يا رحمن يا رحيم، وتملكنا في زمام أنفسنا حتى نقودها إلى ما فيه رضاك ونيل القرب منك. اللهم يا ربي، وطهرنا من دنس المخالفات والشهوات، وآتنا رحمة من عندك، وعلمنا من لدنك علما، وهب لنا حكمة وحكما، وعافنا من سخطك وغضبك ومن جميع أنواع البلاء، واحفظنا يا رب العالمين من أشرار الخلق. اللهم احفظنا من شرار سوء خلقك وشرورهم، واحفظنا يا رب من جميع البليات، واحفظنا يا رب من جميع المحن، وأعدنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، اجعلنا من الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، واجعلنا يا رب من عبادك المخلصين، وهب لنا فضلا عظيما، وكفر عنا سيئاتنا، وأدخلنا مدخلا كريما، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، عجل لنا بالفرج، عجل لنا بالفرج.